اهلا وسهلا. اهلين سمر. تفضلي تفضلي. ما عرفتينا بحضرتك. جمعية لحماية المعنفات. قضيت سنين من عمري وأنا عم أنضرب وإنهان وأتعنف من جوزي. عندي 3 أولاد، 2 منهم كانوا صغار ومو فهمان شيء، بس الكبير كان وعيان، كان شاهد على كل العذاب اللي تعذبته، الضرب والإهانة والكدمات الزرقاء اللي كانت تعبي وشي وجسمي والدموع اللي ما كانت تفارقني ليل نهار حتى لو كنت خبيها. وصلت لمرحلة ما كان قدامي غير حلين، يا أما أقتل حالي وعذب ولادي كل العمر، يا أما أهرب وأحميهم من هالعذاب اللي هن عايشينه. وهربت وتركتهم مع أبوهم لأني متأكدة إنه ما رح يأذيهم. أما أبوهم اخترع لهم قصص وحكايات عني وأقنعهم إني هربت مع شيء، وأنا نطرت لحتى كبروا ورجعت. أنا هلأ هون بدي إياكي تسمعيني وتساعديني. الجمعية تحت أمرك. أنا ما بدي جمعية، بدي إياكي أنت. الجمعية غطى لأبوكي ليخبي ذنوبه. إيه سمر، أنا سمية أمي؟ إيه أمك اللي منع أبوك يتحضنك وتعيش جنبك وتشوفك وأنت عم تكبري يوم بعد يوم. شو عم تحكي أنت؟ كيف تسمحي لحالك تحكي هيك عن بابا؟ هو ما بعمره رفع صوته علي ليرفع إيده. أنت لازم تصدقيني. مين انتي؟ انتي مين اصلا لحتى صدقك؟ بدي صدق وحده ما بعرفها وكذب قلبي وعيوني اللي عاشوا معه؟ بتعرفي انتي شو؟ انتي سبب سنين وجع وخجل نحن عشناهن وقت هربتي وفضحتينا. لا لا، ابوكي كذاب، انتي الكذابه. لو عم تحكي صح ليه نطرتي كل هالسنين مشان ترجعي؟ شو يلي تغير؟ موت أخوكي رائد خلاني أعرف إنه ما لازم أخسر أكثر من هيك. بكفي إني خسرته وما شفته وما ودعته. أخوكي مات بسبب أبوكي، عم تفهمي؟ شو عم تخبصي أنتِ؟ كنت كل ما أحاول أوصلكن كان أبوكي يهددني، كنت خاف وتراجع، بس هلا بعد ما مات ابني رائد اللي كان يعرف كل شيء
واللي مات لأنه بيعرف ما عاد يهمني شام النبي، ما عاد يفرق معي. أنا هلأ صرت خايفة عليكم، عليكي سمر أنتي وأخوكي طارق، عليكم أنتوا الاثنين، أنتي وطارق، عم تفهمي؟ أنتي شو عم تساوي هون؟ طارق ماما اسمعني. يلا يلا احملي حالك واطلعي، يلا نلعي، يلا خلاص اطلعي من حياتنا، نحن نسيناكي، انت نسينا، يلا.